l'imam de cette mosquée nous dit que c'est une mosquée saadienne. Elle n'a pas rien avec la typologie de la mosquée de Sidi Mohamed. Et pour preuve, il n'y a pas d'inscription. Si c'était sa première mosquée, elle a dit que c'était lui qui l'a fait. Parce que lui, il signait ses monuments. Alors, par contre, cette mosquée-là, elle répond exactement à la typologie de Sidi Mohamed. Aussi bien. المشروع الكبير الذي قام صاحب جلالة مؤخرا به لإعادة المدن العتيقة من بين ضمن مدينة الصغيرة بطبيعة الحال لما تختزنه من تراث غني مادي ولا مادي. أنا شاركت في هذا الملتقى بصفتي باحثة عن تراث مدينة الصغيرة وحاولت أن أبين أولا تاريخ هذه المدينة الذي هو تاريخ عريق جدا قديم. بالتالي فمدينة الصغيرة تحمل بصمات كثيرة، فوقفت عند هذه المحطة التاريخية. كما حاولت أن أبين مميزات المعمارية لصغيرة، فهناك بعض المميزات التي تنفرد بها هذه المدينة، خصوصا ما يسمى بالجمالية الخارجية للدور السكنية والتي تتشكل من ما يسمى بالنقش على الحجر. بروفيسور مينا مغاري، كيفاش كتصوروا الصويرة من بعد هذا التأهيل هذا؟ أنا كنتمنى ترجع الصويرة الوجهة ديالها، لأن في السنوات الأخيرة راه المجهودات التي تقوم بها هيئات متنوعة من مؤسسات ومن المجتمع المدني، هناك بعض الأخطاء بطبيعة الحال هي أخطاء ماشي كبيرة جدا، ولكن نتمنى أن نتجاوز هذه الأخطاء، لأن اليوم تراث مدينة الصغيرة لم يصبح فقط تراثنا، فقد أصبح تراثا عالميا نقتسمه مع العالم، وبالتالي لدينا واجب كبير، واجب لتمريره للأجيال القادمة في أصالته وفي أشكاله الأصلية دون أن نغير منه شيئا. فهو يحمل خطابات، مجموعات الخطابات التاريخية، ووجب اليوم أن نقرأ هذا التراث، أن نعرف كيف نقرأ تراثنا، وأن نحيطه بكل ما يلزم من عناية لكي في الحقيقة نهتم بالهوية، هوية المدينة، وبالتالي هويتنا نحن كسكان هذا البلد الأمين. شكرا. السيدي رئيس جمعية مؤسسة جمعية السلامة، يأتي هذا اللقاء الذي ينضم في لقاء مقابلة تشرفية ما بين السلطة التي تشرف على هذه المدينة والساكنة خاصة المجتمع المدني، لكي يشاركوا بآرائهم كيف يريد الجميع هذه المدينة وفي أي أفق نريد أن نعيش في هذه المدينة. فهذه بداية حسنة، أن الجميع سوف يغني ميراث من أجل إحياء وإنعاش المدينة العتيقة وترميمها. صلاة
الرحمن الرحيم. محمد أمين أخانا مدير شركة العمران مراكش أس في فرع شيشة وصويرة. دونك حنا اليوم في اللقاء التواصلي اللي كيهم البرنامج التكميلي لإعادة الاعتبار وتثمين المدينة العتيقة للصويرة. البرنامج المبلغ الإجمالي هو 300 مليون درهم. كما كتعرفوا هذا البرنامج تقدم ولا توقع أمام أندار صاحب الجلالة في 22 أكتوبر 2018، والهدف منه هو إعادة البريق وتثمين المدينة العتيقة للصويرة. دونك هذا اليوم التواصلي الهدف منه هو نعرفوا التاريخ ديال الصويرة أترافير الأساتذة الجامعيين كمدام المغاري والإخوان، ونتعرفوا على الأنشطة الاقتصادية، على لا في اون جينيرال الصويرة. داكشي علاش فتحنا أمام لو غون بوبليك لي زارتيزون لي كوميرسيو باردون، كاع الناس ديال الصويرة ممكن يجيو ويساهموا معنا، يعطيونا آراء وأفكار اللي نتبناهم في الإنجاز ديال هاد الاتفاقية. بالمشاركة عمالة الصويرة قمنا بإنجاز أو بخلق سكونا أبلي لفرق العمل. دونك هاد فرق العمل فيها فريق العمل ديال الفونسي، فريق العمل ديال لي زيتود، فريق العمل ديال لي زيكيبمون، والهدف منهم هو جوستومون يسهلوا لنا لا كونسيرتاسيون بكاع المتدخلين، باش كون سا ما نلونسيو لو بروجي، ما نبداو في ان بروجي تنكونوا متفقين عليه كاملين. دونك في هذا الصدد قمنا ب سافودير لاميناجمون ولا الغياميناجمون ديال واحد لوكال، غنبداو كنديروا فيه لي ريونيون. هذا اللوكال موجود بقلب المدينه اللي هو ليكس اجوندا 21، ومفتوح امام لو غون بوبليك، يعني اي واحد يقدر يجي من غدا يسول. كاين واحد الهيئه ديال الاستقبال غتكون سور بلاس ا بارتي دو 1 فيفري. دونك اي توريست، اي واحد من الساكنه العاديه ولا نيمبورتو كي يقدر يجي يسول، يعرف البروجي فين وصل، اشنو كنديروا، اشنو محتاجين، ويقدر يعطي كاع اراء ديالو وغتخذ بعين الاعتبار. دونك كنتمنوا من هاد لا جورني ان شاء الله نكونوا موفقين، وشكرا. d'occupation de l'espace public. بسم الله الرحمن الرحيم. نورتينا خديد مستشار عن إقليم الصويرة في حضرة مجلس جهة مراكش أسفي. حنا سعداء اليوم في هذا اللقاء اللي تنظم على الرئاسة الفعلية ديال السيد عامل إقليم الصويرة وفعالية المجتمع المدني، وبعد الأطر المهنية من مهندسين معماريين من يعني جميع الفعاليات المتداخلة فيما يخص في مواثيق التعمير. اليوم سيدنا الله ينصرو تم تحت الإشراف ديالو التوقيع على الشطر الثاني من رد الاعتبار للمدينة العتيقة وحي الملاح في مدينة الصويرة، واللي مدينة الصويرة الحمد لله عندها تاريخ مجيد عارق وعريق. واليوم هذه واحد الامور كبيره ان شاء الله، واحد المكتسبات كثيره اللي غادي تحظى بها المدينه العتيقه ديال الصويرة خلال هذا البرنامج اللي حنا في مجلس الجهه شركاء بمعيتنا واحد المجموعه ديال الشركاء المتداخلين من في حكوميه، قطاعات حكوميه وغير حكوميه، اللي ينجح هذا الورش الكبير ان شاء الله اللي غادي يعطي واحد الدفعه اقتصاديه واجتماعيه للمدينه ديالنا ان شاء الله على غرار المدن فاس ومراكش اللي حتى هي مشات في نفس السيروره ديال هذا البرنامج.